للوقوف أكثر على تطورات المشهد في النيجر في ظل انتهاء المهلة التي حددتها مجموعة إيكواس لاستخدام القوة لإنهاء الانقلاب، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة النيجرية نيامي الباحث المتخصص في الشأن الإفريقي مختار أبو بكر. أستاذ مختار، بداية مرحبا بك. انتهت مهلة تجمع إيكواس لإنهاء الانقلاب العسكري في النيجر، يا ترى هل تدق طبول الحرب؟ مرحبا بك ولسارة المشاهدين. المهلة التي تم تقديمها من قبل مجموعة إيكواس للإنقلابيين في النيجر لم تنتهي بعد، لكنها على وشك، لكن على وشك، فإن نحن بإمكاننا أن نقول أن هذه المهلة ليست عبارة عن دق طبول حرب، وإنما هي تقريبا ليست المهلة هذه التي حددت ليست مقدسة يعني، وإنما أنا برأيي أنها ليست إعلان للحرب، وإنما وسيلة الدخ للإنقلابيين ضمن مسار لم يكتمل بعد، لأن هذا المسار ما زال مسار مواصلات، ما زال مسار التفاوض مستمر مع كلا الطرفين. فإننا نعلم أن البلاد طيب، من المعروف أن الأساس الذي عليه ستتدخل قوات إيكواس مبني على قرار قمة 2022 بالتدخل في حالة التغيير غير الدستوري في حالة النيجر طبعا، ومع دعم كل المؤسسات أو أغلبها للتغيير. يا ترى من وجهة نظرك يعني هل بات تدخل إيكواس شرعيا؟ قرار دخول إيكواس في النيجر أنا برأيي أنه يعني نوقش من قبل الجهات القانونية على أنه هذا الحكم ليس شرعي، بحكم أن الشعب وراء الجهات التي تحكم البلاد، لأن الإنقلابيين العسكر الذين يحكمون البلاد، وحتى يتم التدخل في دولة أخرى يحتاجون التفويض كما يقول بعض القانونيين، التفويض الممنوع من قبل مجلس الأمن، وهذا التفويض ليس واردا الآن. وحتى لو نفترض أنه ذهبوا إلى مجلس الأمن وطلبوا التفويض، فإننا نتوقع أن هناك الصين وهناك روسيا قد لا يقبلون بمثل هذا التفويض. وفي حالة ثالثة، مثلا في حالة الدعوة من قبل رئيس المعزول محمد بازوم، فهذا يجب طرح أسئلة قانونية عميقة حول صحة هذه الدعوة، وهل هذا الرئيس حتى الآن له شعبية التي تكفله بأن يطلب من جهة خارجية أن تتدخل في النيجر؟ ولا ننسى أن أصلا قبل أن نتكلم عن قانونية هذا التدخل، فإن الدولة كنيجيريا التي هي يعتمد عليها كثير في إيكواس في قراراته، أو لأنها تمثل 70% من جنوده ومن قوته، ومجلس الشيوخ بالأمس القرار الذي تم اتخاذه هو بأنه يدين الانقلاب في النيجر، لكنه يطلب التفاوض. سيد مختار، في ظل دعم كل من مالي وبوركينا فاسو للمجلس العسكري في النيجر، يطرح سؤال مفاده: ما هي القدرات العسكرية لقوات إيكواس التي يقدر قوامها بخمسة آلاف عنصر؟ إذا عملنا مقارنة هنا، طبعا الكفة ستميل للجهة الذين يدعمون التدخل العسكري على نيجيريا والسنغال وسائر العاد. وإذا رأينا قوام هذه القوة العسكرية والجنود لهذه الدول، فإنها ما في حدود 245 ألف، ومن طرف الجهة النيجر ومالي وبوركينا فاسو، فإننا نرى أنهم لا يتجاوزون 57 ألف جندي. فالمقارنة هنا أصلا غير مطروحة، لكن أنا هنا ما أقول أن الدعم الشعبي الذي وراء هذه الدول الثلاثة أكثر يعطيها قوة ومصداقية
وشجاعة طيب. ضد طيب. الدول سيد مختار التي تريد التدخل العسكري. ماذا يعني في هذه البلاد؟ ماذا يعني في معادلة القوة ما صرحت به باريس بأنها ستدعم جهود إكواس لإحباط انقلاب النيجر؟ معروف أن باريس هي التي وراء أصلاً التدخل العسكري في النيجر، وهي التي تراهن على رئيس نيجيريا الجديد ألا هو أحمد بولا تينوبو، لأن باريس مصالحها الموجودة في المنطقة لا تريد أن تتهاون بها وتريد الاحتفاظ بها، والخوف من دخول الصيني والروسي هو الذي يجعل باريس تدعم التدخل العسكري، وأن تحريك منظمة الإكواس تبص على تغطية إفريقية للتدخل في النيجر، لكن مثلا باريس ب 1300 جندي عسكري في النيجر لا يمكن أن يغير نظاما يعيد أو يعيد الرئيس المعزول وحفظ النظام في حالة مظاهرات شعبية. واليوم كما نعرف أن قادة الانقلابيين نظموا مظاهرة كبيرة جدا في أكبر ملعب في نيامي، وأكدوا للمتظاهرين بأنه لا تراجع عن هذه القرارات، وكما أن تعديل الدستور تعديل مثلا الجزائر أيضا وبقية الدول التي كتشاد وجزائر رفضوا قطعا تدخل العسكري في النيجر، فهذا يضعف مثلا موقف باريس، والباريس أيضا شعبيتها في المنطقة ضعيفة جدا، وهذا يجعلها تتردد كما تتردد أيضا نيجيريا في التدخل العسكري في آونة الأخيرة. طيب. فهذه إذا رئيس وزراء النيجر المنقلب عليه صرح بإمكانية إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم وعودته لمنصبه، كيف تقرأ هذا التصريح؟ هذا التصريح بعيد جدا عن المنطق العقلي وما يحصل الآن في النيجر، فهذا قد لا يستبعد من السيناريو أن يعود الرئيس بازوم إلى السلطة الآن. بصراحة أنا أرى هذا صعب شوية في هذه المرحلة، فما أراه أن الفرنسا ممكن باريس ممكن تقبل بالتفاوض مع العسكر ومحاولة إيجاد فترة انتقالية قصيرة حتى يقوم الانقلابيين بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة التي يسلمون الرئاسة لرئيس مدني شرعي، فهذا قد تقبل باريس لمصالح الموجودة، فلا يهمهم أن يكون هو إلا بازوم هو الذي سيكون على السلطة، فقد تراهن على بعض الضباط الموجودين الذين هم حلفاء لباريس من بين الانقلابيين. نعم. تفضل. شكرا جزيلا من العاصمة النيجيرية نيامي الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي الأستاذ مختار أبو بكر.